اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني كأن الله سبحانه وتعالى حينما ركب الإنسان من عقل وشهوة طبيعي جداً أن يخطئ، ولكن العار لا أن تخطئ، العار أن تبقى مخطئاً. ليس العار أن تكون جاهلاً، ولكن العار أن تبقى جاهلاً. إذاً حينما أودع الله فينا الشهوات أودعها كي نسمو بها إلى رب الأرض والسماوات، فلو زلت القدم الصلح حاصل، والتوبة ممكنة، والعفو ممكن، والمغفرة ممكنة، والرجوع إلى الله ممكن. ابن آدم: لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.